مشاهدينا ومشاهدي نايل لايف شبكة MTN، صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد. النهاردة الحد 9 أكتوبر 2016 ويوم مهم في مصر. النهارده الرئيس السيسي و16 رئيس برلمان و14 وفدا دوليا في شرم الشيخ بيحتفلوا على مرور 150 عام على بدء الحياه البرلمانيه. النهارده هيكون الاحتفال في شرم الشيخ، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي هيلقي قلمه النهارده في الافتتاح والختام، وايضا هيكون في حفل عشاء في مساء اليوم. وتفاصيل الموضوع ده النهارده هنشوفه معنا في فقرتنا. هيكون مشرفنا في الاستوديو دكتور عبد الله المغازي البرلماني السابق واستاذ القانون الدستوري، وهنتكلم على مرور 150 سنه على الحياه البرلمانيه اللي بدات عام 1866. وكمان هيكون معانا فقره عن سد النهضه ومنسوب الفيضان هذا الموسم. هيشرفنا في الاستوديو دكتور عماد عدلي رئيس الشبكه العربيه للبيئه والتنميه المستدامه. وكمان هيكون معانا فقره مهمه جدا وهي عن اول معرض للمكفوفين بالمتحف المصري هيتيح ليهم لمس القطع الاثريه. هنشوف هل القطع الاثريه دي هي القطع الاثريه الاصليه فعلا ولا قطع شبيهه ليها مقلده، لان احنا طبعا من زمان عارفين ان هو ممنوع لمس القطع الاثريه لان ده ممكن يؤذي الاثر. هيكون معانا النهارده استاذ محمد نجيب مسؤول العلاقات العامه والاعلام بمدرسه الوعي الاثري للمكفوفين بالمتحف المصري. وكمان عندنا فقره مع دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصاديه بالقاهره، وهنتكلم عن اخر اخبار الاقتصاد في مصر. وطبعا زي كل يوم بنبدا معاكم فقره الصحافه. شرفنا النهارده في الاستوديو استاذ باهر عبد العظيم الباحث في موقع وجريده المشهد متابعه لاهم اخبار النهارده. فاصل سريع ونبدا معاكم اولى فقراتنا فقره الصحافه.